نحن عندنا مشكلة، المشكلة كتير كتير صعبة ومعاناة يعني لا توصف صراحة. بالنسبة للطريق العام اللي داخل بقرية قاح، يعني طريق ما عاد يستوعب ابدا ابدا الضغط السكاني وضغط السيارات اللي عم تصير في الطريق. الزحمه الموجوده حاليا تخيل انه مسافه شيء 1 كيلومتر تستغرق معنا تقريبا 40 دقيقه. عدا عن انه المطبات والحفر الموجوده في الطريق، يعني هالشيء هذا صراحه اذا سياره اسعاف او اي حاله طارئه بتصير معك انه انت مجبر تتحمل، لانه لا يوجد طريق اخر في هذه القريه. اذا واحد بده يركب سياره ينزل يقضيها يجيب ربطه خبز بده يصلح قد ربطه الخبز 10 مرات. إذا بدنا نبعث ولاد ما منأمن في المرحلة هيدي، نتمنى إنه يكون عندنا شارع محلق غير على هذه القرية يعني.